طبعا بنسمي الله ونبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بشكركم اولا على تلبيه الدعوه، ثانيا على ثقتكم في جينيال. اكيد مش اي حد فيكم جاي كده، لازم يكون واثق في المكان اللي هو رايحه وعارف ان في هدف هو عايز يحققه. وجايين النهارده زي ما قلت في الفيديو نحط ايدينا في ايدين بعض، عايزين نسمع من وجهات نظركم ونعرض عليكم افكار ونبدا نشوف الخبرات. طبعا في بعض الشباب بيبقوا مش حاسين بالمشكله شويه او بيبص تحت رجليه، يعني دايما اي حاجه يا جماعه لها تاريخ. اللي ما بيبصش للتاريخ اكيد طبعا هيخش على المستقبل بغشم، فبالتالي هيبدا من الصفر. طب وليه؟ طب انا حد جه يقول لي خبرتي اهيت، اتفضل كمل استفيد من اللي فات وابدا كمل، صح ولا لا؟ فلما الفرنساوي اعلن ان هو هينزل في المرحله الابديه، فقلنا لازم الاول نخلي الطالب يختار. طيب احنا عندنا بعض المقترحات، تمام، هعرضها على حضراتكم وتقولوا والله المقترح ده جميل عشان نسجله عندنا ونبدا نعلنه للناس كلها، وبعد ما نخلص نقول والله ده في فكره جديده ممكن نضيف. مستر اسلام قال حاجه جميله قوي، الا وهي حته قبل مش بعد. انا مقسمها، الاهتمام باللغه الفرنسيه ثلاث مراحل، احنا بنهتم بواحده بس اثناء التدريس، وفي اختلافات فيها كتير. لا احنا عايزين قبل التدريس، اثناء التدريس، وما بعد التدريس، خدمه ما بعد البيع. لو انا قدرت اعمل حاجه اكسبسيونال، حاجه جينيال، ان انا كل طالب بس بقى فرنسيه اعمل لقاء كل شهرين ثلاثه وكل شهر يتجمعوا، انا كان عندي 100 طالب هيجي لي 10 مش مشكله، انا بس بعمل تواصل مع اللغه. لو عامل معاهم جروبات ابعت له حاجه عشان يحافظ على اللغه، لان الطالب بعد ما بيخلص الجامعه بيحتاج اللغه تاني وبيجوا لي تاني، عايزين ناخد عشان احنا عايزين نطلع بعثه او عايزين نسافر، او حتى بعد في الجيش ظابط يقول لك انا عايز اطلع بعثه افريقيا محتاج الفرنسيه. فانا عملت خدمه ما بعد التعليم ديت تبقى اكسبسيونال. فاحنا دلوقتي هعرض لكم بعض الافكار بتاعتي، تقولوا لي سي بيان اون معايا، واذا كان سي بيان كومون اون بول فعل، ما يبقاش كده الكلام كده. انا عايز اطلع كل واحد فيكم روح كده وفعلا احنا اتغربنا واتبهدلنا ومشينا في الحرب ده، بس سجلنا بافكار وانت اختار اللي يناسبك. امونا في بيرسونال، انا شايف يعني علشان نهتم باللغه او اختيار الناس لغه فرنسيه، في عندي انواع كتير قوي. اول نوع من انواع الدعايه الجاذبه، كلنا عارفين ان الفيديوهات دلوقتي اسونسيال، احنا نعمل فيديوهات سواء كانت على تيك توك او على اليوتيوب او على ريلز ايا كان، لازم يبقى في جانب مش كل حاجه انت ما تعتمدش عليها بس، لا ده احنا عايزين يبقى العمل بتاعنا ايه؟ ها؟ عمل متكامل. يعني انا عندي جانب فيديوهات، جانب عمل على ارض الواقع، جانب الولد يلمسه في ايده ياخده في ايده، ما انا بشتغل على ثلاث حاجات. اول حاجه يعني ممكن هيبقى في طبعا جروب كده كده اتعمل على الواتس، يبقى في تواصل ما بيننا، محمد شاطر فيه يعمل لنا كذا، استاذ رمضان شاطر في كذا، فلان شاطر في كذا، خلاص هنوكل فلان اعمل لنا انت بعض الحاجات دي. فانا شايف ان ممكن نعمل فيديوهات كتير على وسائل الميديا. الفيديوهات دي بقى هنتكلم فيها دلوقتي، هل احنا عايزين نعمل فيديوهات نقدم فيها معلومات عن فرنسا واللغه الفرنسيه، ولا هل هي شهادات او اراء لبعض الطلبه اللي درسنا لهم معايا ولا بيقولوا رايهم في اللغه الفرنسيه ومدى سهولتها ومدى اهميتها بالنسبه لهم، ولا احنا نعمل مثلا كوميكس، الناس بتختار كوميكس من بعض الافلام وبتطلع بعض المشاهد وندخل فيها اللغه الفرنسيه، ولا نعمل فيديوهات تعليميه. يعني سلسله الفيديوهات دي محتاجه ان احنا نتكلم ايه؟ نتكلم فيها. طب هل الفيديو اللي هعمله ده هعمله بصوره شخصيه؟ محمد سليمان عامل الفيديو، ولا هنخليه في الحمله اللي اتفقنا عليها؟ ويبقى الفيديو اللي ينزل عليه ثلاث اسامي، ثلاث شعارات. شعار جينيال بعد اذنكم، شعار الحمله اللي هندفع على اسمها النهارده، واسم حضرتك ما بقولش لا. يبقى انت عايز تتضم معانا لحمله دعم اختيار اللغه الفرنسيه، يبقى بنحط لك اللوجو بتاع الحمله دي. يبقى احنا كده نبقى نظهر قدام الناس ده ايد واحده. هنيجي بقى نخش على ارض الواقع بقى، كل ده على السحابه، كل ده على النت. ما فيش حد عمل مواجهه ما بيننا وما بين الايه؟ الطالب ولا ولي الامر. في عندي اقتراح، يبقى في لقاءات في المدارس. بيسموها كده اون فرانس جورني اوفيرت. المدارس لما بتيجي تعمل وعايزه تعرف الناس على المدرسه بتعمل حاجه اسمها جورني اوفيرت، تعالوا الابواب كلها مفتوحه، تعالوا اتفضلوا اسمعونا شوفوا الانشطه بتاعتنا. ده بقى في دوري فرنساوي في البلد. ايه فرنساوي؟ بس الطلبه دي تختار فرنسا، بس المدرس عامل انشطه. هتبص تلاقي الدنيا عماله تتحرك، تتحرك معاك، بس الامكانيات مش عندك ماشي، فممكن نسالفها لك، ممكن نشارك معاك في النشاط، ممكن نعمل بين اللقاءات. المهم يبقى فيه زي ما اتفقنا ايه؟ حديث عن اللغه الفرنسيه. ممكن نعمل عروض للثقافه الفرنسيه، فيديو جميل عن زياره لفرنسا، مفيش مشكله ابدا ان انا لو انا عندي جروب في بلدنا او في جروب معلمين او في اي مكان، يلا نجي ننزل الايه؟ الفيديو على مستوى المدرسه دي. اذا كنت في اللقاء ويسمح لي ان انا اعرض على البروجيكتور فيديو عن فرنسا واللغه الفرنسيه واهميتها،
الثقافة. ممكن أعمل أغنيات بسيطة مشجعة، كلنا عارفين بونجوركم ومصباكم سيكم سارة جميلة جدا وبتاكل الجو، صح كده؟ كم أغنيات بالمستوى ده وتبدأ تتردد في اللقاءات أو في الجروبات أو في المنتديات، هتبص تلاقي الدنيا إحنا عايزين نعمل يعني بيسموه إيه ضجة، عايزين نعمل بلو زي ما بيقولوا الإيطاليان، يعني بالإيطالي كلمة بلو على فكرة بالإيطالي يعني بلو، شو إعلامي كده، عايزين نعمل جو كده إن في حاجة اسمها فرنسا وناس قعدت مع بعض واتحدت علشان تلفت نظر اللغة الفرنسية. خد بالك أنت مش تعمل كده الإعداد، ما أنت أوتوماتيك أنت مستوعب، لأن في طلب تختار في الإيه ها في السيرفر، ما تفكرش إن أنت المستهدف بتاعنا الإعدادي بس، المستهدف بتاعنا دارس اللغة الفرنسية. طيب هنعمل محاضرات تعريف، تعريف محاضرات بقى اللي انتوا بتسموها بقى تاسيس بقى يا سيدي بقى، لو انت عايز تعمل حاجه تاسيسيه والكلام ده كله محاضره اثنين مش شهر كامل مش 8 حصص، وكانت مبادره عملناها محافظه الشرقيه، بيقول هنا قال لنا احنا عايزين نعمل في منافسه جديده جدا مع الالماني، عايزين نعمل اي حاجه وخلاص. لقيتهم جايبين ورقتين كده شكلهم مش موضوع الشكل، يعني ان هم مش هيكفوا الهدف بتاعه، فعملنا بقى ملزمه 16 ورقه هتسميناها الون اون فرانس، يلا بينا على فرنسا. حتى القرار اللي كان بتاع وكيل الوزاره طالع بدانا نتكلم اللي انتوا بتقولوا فيه المون ترانسبارون، كلمات المتشابهه الواد بقى واخدها في ايده وهو ماشي، وبعد كده عملنا البرسوناج كل ده في المون ترانسبارون. بعد كده مسيو خدنا بقى زي ما حضرتك بتقول سالوتاسيون، ازاي يعمل ميني ديالوج من خلال سالوتاسيون وبروندر كونجي كل ده، وبعد كده ادينا له كل ده ميني ديالوج والارقام والجور دو لاسمان والكولور، وبعد اكزرسيس بسيط تيجي تاخد في حصه او اثنين تركيز على الجانب الثقافي شويه، يعني ما تستخدمش الجانب اللغوي اكتر، الجانب الثقافي للأسف الشديد بنهمل الجانب الثقافي رغم ان هو هيبقى عامل جذب جدا للطالب والاسره. يعني ايه الجانب الثقافي عن فرنسا؟ معلومات مش لازم تكون معلومات سياحيه، ممكن معلومات تجاريه، ممكن معلومات اقتصاديه، ممكن معلومات اي المعلومه اللي تبقى في متناول ان الطالب يحس انه بيتعلم لغه تديله ثقافه شويه. وهندي امثله على كل حاجه، انا بدي جراند ليني بس، جراند ليني خطوط عريضه كده. طب في بقى الاهم بقى مميزات تعلم اللغه، طبعا مميزات تعلم اللغه احنا كنا عاملين لها بروشور ومطويات، هل هنوزعها على الناس؟ هل هنديها للطالب؟ نبدا ونقول كل الكلام اللي اتقال في هذا اللقاء الجميل كله هدف واحد، بس عايزين نطلع من النهارده بحاجات، اولا توصيات نقولها للناس، بس محمد اللي حضروا واللي ما حضروش يا جماعه احنا اجتمعنا كان في حوالي 15 زميل من اكثر من محافظه وعرضنا كذا افكار وطلعنا في الاخر واحد بينهم. مش مهم انا سني ايه، المهم انا هعلم ازاي معايا، انا هدفنا ان احنا بنوعي الناس اختار المدرسه.